السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الخامس الابتدائي وصلنا صفحة 113 راح نحلها اخذنا المحاضرة اللي قبلها 112 وان شاء الله اليوم 113 خلينا نحل اتحدث اشرح كيفية كيف احدد ايهما اكبر اثنين من ثلاثة في واحد من خمسة ام واحد من ثلاثة في سبعة من عشرة يلا عيني نحل فقرات أتحدث أتحدث يلا يعني يقول لك اثنين من ثلاثة في واحد من خمسة يقول لك أم واحد من ثلاثة في سبعة من عشرة يلا يعني ناخذ أول واحد اثنين من ثلاثة في واحد من خمسة أشوف إذا أكو اختصار أختصر وإذا ما أكون أضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام ثلاثة في خمسة خمسة عشر واثنين في واحد اثنين اثنين من خمسة عشر هاي الاثنين من خمسة آه ما بيها اختصار خلينا نشوف اللاخ واحد من ثلاثة في سبعة من عشرة أيضا ماكو اختصار نضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام واحد في سبعة سبعة وثلاثة في عشرة ثلاثين فش أسوي هسه شنقول نقول اثنين من خمسة وسبعة من الثلاثين هنا لازم نوحد المقامات راح نضرب الاثنين يعني البسط والمقام أول كسر باثنين خاطر هاي باثنين فراح نقول اثنين في اثنين أربعة وخمسة عشر في اثنين ثلاثين وهذه سبعة من الثلاثين الكسر الثاني ينزل إذا أيهما أكبر أي احتيادي سبعة من الثلاثين هو الأكبر عيني هاي فقرة أتحدث، زين يقول لك أحل أجد ناتج تاسعاً أجد ناتج الضرب اثنين من اثنين وثلاثين في ثمانية من عشرة، نقول آه على اثنين بيها واحد، عشرة كم اثنين بيها خمسة، على ثمانية بيها واحد، اثنين وثلاثين كم ثمانية بيها أربعة، ويساوي واحد في واحد، واحد وأربعة في خمسة 20 آه طلع آه واحد. من عشرين هذه النقطة التاسعة زين النقطة العاشرة النقطة العاشرة اثنين من أربعة وأربعين في واحد من ثلاثة هنا أكو اختصار طبعا بين الاثنين وبين بها واحد وهاي بها اثنين وعشرين واحد في واحد واحد اثنين في ثلاثة ستة واثنين في ثلاثة ستة يطلع لنا واحد على ستة وستين زين الدعش مطينة ثلاثة من سبعة في واحد وعشرين يلا عيني هنا اه عدي على واحد على سبعة بها واحد واحد على سبعة بيها ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة واحد في واحد واحد ويساوي لنا تسعة هذا 11 زين نشوف الاثناش ستة من سبعة ستة من سبعة في ثمانية وعشرين زين هذه هنا شو اسوي اخلي لها آه مقامها واحد لثمانية وعشرين على سبعة بها واحد ثمانية وعشرين على سبعة بها أربعة لأن أربعة في سبعة ثمانية وعشرين ستة في أربعة أربعة وعشرين واحد في واحد واحد ويساوي لنا أربعة وعشرين. هاي النقطة عشر زين نكمل النقطة ثلاثة عشر ثلاثين من ستين في سبعة من ثلاثة، خلينا نشوف اكو اختصار؟ نعم اكو اختصار بين الثلاثة وبين الثلاثين، هاي بيها واحد، وهاي بيها عشرة، أيضاً آه فأيضاً اكو اختصار، <hesitation> آه ناخذها على اثنين، آه ستين كم اثنين بيها ثلاثين، وعشرة كم اثنين بيها خمسة، آه راح نضرب هاي بيها خمسة، وهاي بيها ستة، إذاً يطلع لنا سبعة من ستة، ويساوي لنا سبعة من ستة، هذي لازم نبسطه. يعني نقسمه هنا سبعة وهنا ستة واحد واحد في ستة ستة سبعة ناقص ستة واحد ويساوينا واحد عدد صحيح واحد من ستة زين هذه النقطة 13 النقطة 14 14 مطيني خمسة من 18 في ستة من خمسة وعشرين يلا يعني هاي بها اختصار على ستة بها واحد عشر كم ستة بها ثلاثة على خمسة بها واحد خمسة على خمسة بها خمسة واحد في واحد واحد وثلاثة في خمسة خمستعش طلع لنا واحد من خمستعش هذه النقطة آه النقطة لحظة نقطة أربعة أي على خمسة بها هو وعشرين هنا آه على ستة بها واحد ثمنتعش كم ستة بها ثلاثة ثلاثة في خمسة خمستعش تمام حلو هسه ال 15 يقول اشترى الدلال عشرة امتار من القماش استخدمت اثنين من خمسه القماش في عمل ستائر للمطبخ ثم استعملت واحد من ثلاثة القماش المتبقي في صنع غطاء للطاولة الطعام كم متر من القماش استعملت دلال للستار وكم متر استعملت لغطاء طاولة الطعام فنقول اثنين من خمسة في عشرة أخليها مقامها واحد هنا على خمسة بها واحد عشرة كم خمسة بها اثنين ويساوينا اثنين في اثنين أربعة، وخم- وواحد في واحد واحد ويساوينا أربعة، إش قد طلع أربعة أمتار، زين، اه هسا هذي أربعة أمتار نقول عشرة ناقص أربعة يساوينا ستة، ننقص عشرة من أربعة يطلع لنا اه ستة، زين هاي ستة أمتار، هسا شو هو إيش لنا الكسر واحد من ثلاثة؟ نقول واحد من ثلاثة. في ستة أخلي لها مقامها واحد هنا على ثلاثة بيها واحد ستة كم ثلاثة بيها اثنين يطلع لنا واحد في اثنين اثنين وواحد في واحد واحد ويساوي لنا اثنين زين هذه ال عشر نشوف الستة عشر عشر يقول اشترى شاب قصة قصيرة عدد صفحاتها ستين صفحة مقسمة إلى ثلاث أجزاء متساوية قرأ يوم الجمعة ثلاثة من أربعة الجزء الأول كم صفحة قرأ أشهاب يوم الجمعة فش أقول هو قد مطيني ثلاثة من أربعة ها لا قبلها إحنا لازم نقسم يعني يقول لك مقسمة فنقول ستة ستين سوري ستين تقسيم ثلاثة يعني ثلاثة أجزاء يطلع لنا عشرين عشرين قد عشرين صفحة هسا هذه شو اسوي أقول ثلاثة من أربعة في عشرين أخلي لها مقامها واحد على أربعة بها واحد عشرين كم أربعة بها خمسة ثلاثة في خمسة أخمستعش على اليمن على واحد ويساوي لنا عشر هذه الستعش زين أفكر إلى سبعتعش بقت لبس سبعتعش يقول اشترك اثنين من ثلاثة عدد تلاميذ المدرسة في أنشطة رياضية، إذا كان عدد تلاميذ المدرسة 327 وسبعة تلميذا، كم تلميذا اشترك في الأنشطة؟ أي شو أسوي؟ راح نقول اثنين من ثلاثة في 327 وسبعة خلي لها مقامها واحد، راح نختصر. بين الثلاثة هاي بها وحدة ثلاثة كم ثلاثة بها واحد هاي الصفر سبعة وعشرين ثلاثة بها تسعة راح نضرب اثنين في مية وتسعة يعني نقول مية وتسعة في اثنين اثنين في تسعة 18 اثنين في صفر صفر واحد اثنين في واحد اثنين إيش قد طلع عنا ميتين تلميذ هو لي كم تلميذا ميتين تلميذا لهنا وتخلص المحاضرة مالتنا وإن شاء الله التوفيق